بناء على اقتراحات بقانون من بعض الأخوة الأعضاء، وبناء كذلك على تكليف المجلس للجنة المالية والاقتصادية بتقديم تقرير للجلسة القادمة حول هذه الاقتراحات، اجتمعت اليوم اللجنة المالية برئيسها ومقررها وجميع أعضاء اللجنة المالية وبحضور الأخوان من الحكومة، فتم الانتهاء من صياغة اقتراح بقانون حول إلغاء الوكيل المحلي، وبالتالي يستبدل نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 مشار عليه، ويصبح النص كما يلي: للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت مباشرة عملها دون الحاجة لوكيل محلي، وبالتالي حق للشركات الأجنبية إنشاء فروع لها بالكويت بدون حاجة لوكيل محلي، ورفع التقرير للمجلس للتصويت على المقترح القانون.